خلال الساعات الأخيرة أثار النجم حمو بيكا الجدل بشكل كبير، وده بسبب الاتهامات اللي تم توجيهها ليه من نور التوت شريكه السابق في قناة اليوتيوب، واللي اتهمه بسرقة 200,000 دولار من أرباح القناة وعدم تقسيمها بالعدل حسب اتفاق تم ما بينهم. وطبعا ده أثار الجدل خلال الساعات الأخيرة. حمو بيكا رد بكل قوة ورفع بلاغ للنيابة العامة بتهمة السب والقصف والتشهير، لكن بعدها حمو بيكا عمل حاجة مثيرة للجدل برضو، لأنه احتفل بعيد ميلاد مراته شمس قليلة الظهور، ولما بتظهر معاه بتركب الترند، خصوصا بعد حوار العشرة كيلو ذهب اللي كانت لابساه بعد ولادتها. لكن المرة دي الهدية كانت على القد، عربية، وده بسبب عيد ميلادها. والكل طبعا قال ان حمو بيكا حبس صاحبه الصبح وجاب هدية لمراته بالليل، وده خلاه يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت. حمو بيكا على طول ترند، يا اما باغانيه، يا اما بفيديوهاته وافهاته، يا اما بمشاكله، ولسه بقى مش عارفين قصته هو ونور التوت هتبقى ازاي. لكن اللي استفز الناس واستفز معظم المتابعين ان هو بالغ في مظاهر الاحتفال كعادته، وجاب راقصه تحتفل معاهم، ومراته كمان ما كانتش غيرانه، ميكس غريب جدا للاحتفال. وفي ناس بقى قعدت تقول ان حمو بيكا بيقول لنور التوت واي حد عمل معاه مشاكل خلال الفتره اللي فاتت انه عايش حياته عادي جدا ومش شاغله اي حاجه غير النجاح اللي حققه خلال السنين اللي فاتت. المهم قول لنا في الكومنتات، تفتكر بقى هل دي حركه استفزازيه من حمو بيكا، ولا هو بيحتفل بمراته حبيبته اللي قال لها ملكه زمانها؟